بقي ما فصل به المؤلف أنه أخرج الكبد والطحال والرأس والكوارع والمخ وغير ذلك، أخرجها من اللحم وجعل النقض خاصا باللحم ذاته. والصحيح أن اللحم ذكر للتغليب كما قال الله تبارك أو لحم خنزير، والمقصود أن الخنزير كله نجس. والصحيح هنا كذلك ذكر لحم الإبل، والصحيح أن كل أجزائه ناقضة للوضوء، كل ما يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء.